السلام عليكم، صباح الخير، اهلا بكم في فلوق جديد. عندنا اشغال واجد نسويها اليوم، طبعا في اشياء ما اقدر اصورها مثلا الحين بنروح انترناشونال اوفيس كبدايه عشان اخوي يعطيهم خبر انه وصل، وننزل المعهد نعطي خبر برضه المعهد انه وصل، بعدين راح نروح البنك نفتح الحساب، بعدين راح نروح اي تي ان تي نطلع شريحه، بعدين اتوقع هذا كل الاشياء ذي، بعدين خلاص ممكن نروح نتسوق نشتري كذا شيء للبيت. ما ادري هل بقدر اصورهم كلهم ولا ما اقدر اصور، فاعطيتكم ملخص الاشياء اللي بنسويها الحين، خلونا نبدا. خلصنا من الانترناشنال اوفيس، الحين رايحين البنك. وصلنا البنك الحين، خلنا نخلص البنك ونرجع. خلصنا كل الشغل، خلصنا انترناشنال، رحنا البنك وطلعنا الشريحه، رجعنا البيت، باقي 20 دقيقه على الصلاه، بصلي يمكن اريح شوي، يمكن اطلع مع رويس بعد شوي يجيني، يمكن الشباب اطلع معاه، يمكن ما ادري، بس خليكم الحين. رجعنا معاكم بعد ما اخذنا قهوه، والله اتوقع قهوه اللي يعتبر نومه. وصلنا كاسكو، بنخلص وبرجع لكم، ما يحتاج اصور كاسكو، اتوقع مليته يعني. طيب رجعت معكم الحين، خلصنا المشوار، شرينا بعض الاغراض، اخوي بيرجع ينام الحين مره ثانيه، لان تعرفون تعب الطياره اللي الحين فيه، بيرجع ينام الحين، وانا بطلع عند الشباب بنروح بيلينجز. اتوقع الفلوق اللي قبله شفتوا موضوع العصام وعبد الله، لانه صقعوا حيوان تقريبا في الطريق، ما ادري شنو الحيوان ده، والسياره اختربت عندهم فتركين السياره هناك. خدنا سياره عبد الله الشط الحين التراك، وجبنا القطعه اللي ورا تسحب سياره، بنروح الحين بيلينجز نسحب سيارتهم ونجيبها هنا. سلام، تحسني اشتقتك والله، ما ادري والله ما ادري شنو جاني والله، قاعد مع اخوك كل يوم ايش اللي روحت. كيف الحال؟ حقك صح صح. السلام عليكم عبد الله، كيف الحال حسام؟ حسام شلونك؟ الحمد لله. حسام جبت العيد، والله جبت العيد؟ شو اللي سويت؟ شو اللي سويت؟ في حاجة طيب. لا لا اقدمها كامل. شو اللي صار؟ في حاجة طيب. اخوك وين؟ ترى الباتري نسيته برضو عندك. اخوك وين؟ تركبون السيارة هنا؟ اللي صار الحين واقفين في نصف الطريق، لان الشباب اللي اخذوا لي هوردي القطعه للسياره طلعت الاناره اللي ورا ما تشتغل، الحمد لله ان انتبهنا انها ما تشتغل طبعا، لان لو وقفتنا الشرطه الحين المخالفه ما ادري تكون علي يعني على الشباب، والشباب هم توهم مأجرينها وما انتبهوا يعني، العيب طلع من الشركه نفسها اللي هو اللي مأجرينها منها، فدقينا على اليهول قالوا وقفوا اقرب مكان، وقفنا هنا وقاعدين يكلمونهم بيدبرون نفسهم اليهول، بيجيبون واحد هنا يعطينا واحده ثانيه وياخذ لي. الحين ده حديد، كيف انفتح كذا؟ بلاستيك، توقعت حديد. والله تقول usually they're fast according to the area، لكن أقرب شيء أيوه، لكن إذا الأريا بيزي مرة from 60 to 90 minutes. قلت لها لا this is too long يعني، عشان كذا قلت لها إنه محطة السيارة واقفة وكذا. قالت we'll try to do our best because it looks like your area is very small, so we'll find some. أخيراً بعد أكثر من ساعة جاو بيعدلون الأنوار الحين لنا. هذا جابوا شركة هنا بصلح الأنوار اللي ما أدري شو اسمها هذي. دق هرم دق هرم. يصير لهم قدام. أيوة سيارة سيارة هذه. كشخة أنت. والله صدام نعفس والله. إيه لا صدام يبغى رصد. عادي نشغل السيارة نحركها. إيه صار نشغل نحركها. ما فيها جيب المفتاح يا. خلي نشوف الحادث كيف. يا شو الحيوان اللي صقعته؟ ضربة تحت قاعد يمشي تحت كلب يمكن ولا شيء من تحت جات. هو يا بس ضربة قوية تحت راكون يمكن برا صورة الراكون يمكن يعني. وانت شفته؟ انت ما شفته اصلا؟ لا دي ما شفته زين محطة فك شكلي يوم حركته بس فك من هنا من هنا بعد اللي تحت اللي تمسكه شوفه 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 كيف هنا شوفه
يا أخ العرب. اللوحة دخلت داخل. الحين كذا عرفنا إيش تعامل معه. أيوه. تعامل الحين مع العمود. شايف العمود ذا؟ أيوه. هذا منافط عندك، هذا القاعدة اللي تمسك الرديتر. تمسك العفش ذا كله. شوف القاعدة هذا. هنا يكون. يعني يمكن رديتر ما جاء شيء بس يبغى لي يعدل. ترى هذا كان قاعد. شوي شوي. يجي هنا هنا أحمد يمين يمين. يمين أحمد. هاي تلف يف. هنا ترى. مضبوط لفت وزنت نفسها بنفسها. بس يروح ذيك الجهة أحسن. يروح ذيك الجهة أقول لك يمين. يمين يمين يمين. خلي بيطلع من هنا. بس وقف مكانك. روح ايوه بس. قدم سنة. ايوه بس خلاص. واخيرا وصلنا بوزمن. الحين بينزلون السيارة الشباب هنا. طبعا نمت انا. كم مرة نمت في صامانة؟ كثير قليل. نمت في السيارة كثير قليل. هذي الشباب بينزلونه هنا بس ما ادري وين احنا فيه. المهم انه بينزلون في ورشة بنمشي. وبكذا خلصنا سيارة عبد الله. الحين بننزل ما ادري شو اسمها هذه القطعة ذي في اليوهول هنا نوقفه خلاص عشان يخلص اليوم. صح؟ صح. يعجبني انا اللي سلك. يديكم معنا يديكم معنا. انتكم. يلا متى نشوفك يا احمد؟ يوم الاحد. يلا. كم الساعة هين؟ أربعة إلا. أربعة إلا الفجر ها؟ صوت صوت الفجر يا جماعة. وبس كذا وصلنا. اليوم طويل. أول مرة أصور الفلوق الطويل. يعني من الصباح بديت أصور إلين تقريبا أربعة الفجر الحين. ففي نهاية الفلوق لا تنسون الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع. تعليقاتكم تحت تهمني. والسلام عليكم.